أبرز ما جاء في الصحف لليوم. نبقى ونبدأ مع صحيفة الجمهورية، حيث جاء في المانشيت: لبنان في وضع خطير جدا هذا الشهر، الانهيار. إذن كشفت مصادر مالية موثوقة للجمهورية أن التقرير أعدته مؤسسة مالية دولية حول الدول الأكثر تأزما في العالم قارب وضع لبنان بسلبية غير مسبوقة، حيث أدرج هذا البلد تحت خانة خطير جدا، وينتهي إلى خلاصة شديدة الخطورة مفادها أن لبنان بلغ الوقت الصعب جدا وبات مهددا بواقع كارثي في المدى المنظور يحتل فيه مرتبة الدولة الأشد فقرا في العالم. وسألت الجمهورية مسؤولا كبيرا عما إذا كان في الإمكان المبادرة إلى أي خطوة جدية تمكننا من الصمود، فجاء جوابه محبطا وأضاف: أخشى أن أقول أن شهر آذار هو شهر الانهيار، وليس أمامنا سوى أن نحضر أنفسنا لتلقي الصدمات. ننتقل إلى النهار، ماذا كتبت سابين عويس اليوم؟ التخلي عن إبراهيم، هل بدأ العد العكسي للتغيير؟ أيا تكن التفسيرات أو التبريرات والاجتهادات القانونية التي تلطى وراءها كل من تخلى عن إبراهيم وخيب أمله، فهي لا تقوم أمام الثابتة الوحيدة بأن قرار خروج الرجل الأمني الأساسي هو قرار حزب الله، وأي كلام خارج هذه الحقيقة خارج عن سياقه ولا يعبر عن الواقع. القراءة الأكثر التصاقا بالواقع هي أن الحزب لم يكن متحمسا لاستمرار إبراهيم في موقعه بسبب ما يشبه نأزة منه حيال الحجم الذي بلغه، ولا سيما لدى الأوساط الغربية. لكن قراءة أخرى تذهب أبعد إلى حد الربط بين ملف إبراهيم وملف المواقع الأخرى المرشحة للشغور في المرحلة اللاحقة. ليس الموضوع حصرا بموقع حاكمية المصرف المركزي والكلام الذي يدور في الكواليس الضيقة عن مقايضة غير معلنة جرت بين عدم التمديد لإبراهيم مقابل عدم التمديد للحاكم رياض سلامه. الواقع بحسب مصادر سياسية مطلعة أن عدم التمديد لإبراهيم يأتي ضمن رزمة متكاملة هي جزء من التسوية المقبلة على البلاد، ومفادها أن خروج إبراهيم سيكون أول حبة في عنقود عدم التمديد في كل المراكز التي ستشغر قريبا، من الحاكمية إلى القوى الأمن الداخلي إلى قيادة الجيش، على خلفية عدم التمديد للأزمة القائمة ولكل رموزها. أما بالنسبة إلى الحاكمية فتؤكد المصادر أن رسالة أمريكية واضحة وصلت إلى من يعنيهم الأمر في الداخل، مفادها أن على سلامي أن يغادر عندما يحين الوقت وتنتهي ولايته، وقد تبلغ الجانب الأمريكي في المقابل أن الثنائي الشيعي لن يقبل بتسلم النائب الأول مهام الحاكمية. وهذا يقود إلى الجزء الآخر من المعلومات التي تقول بأن هذا الاستحقاق سيدفع إلى رفع مستوى الضغط الخارجي إلى أقصاه حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية. إلى الشرق الأوسط مع بولا أسطيح. أكثرية نواب المعارضة اللبنانيين لن تساير جعجع في تعطيل النصاب. إذن لا يبدو أن كل قوى المعارضة بصدد ملاقات رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل بنيتهما تعطيل نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يريده حزب الله. لن يجاري الاشتراكيون جعجع والجميل بقرارهما تعطيل نصاب أي جلسة تؤدي لانتخاب فرنجية، وكما الاشتراكيين يرفض نواب الاعتدال الوطني الستة تعطيل النصاب. أما نواب التغيير الـ 12 فلا موقف موحد لهم بهذا الخصوص، ففيما تؤكد النائبة بولا يعقوبيان أنها لا تمانع توجها كهذا، يرفض النائبان المعتصمان في المجلس النيابي نجاة صليبة وملحم خلف هذا التوجه. القواتيون والكتائبيون يعولون على مواقف نواب كتلة التجدد الأربعة إضافة إلى نواب مستقلين آخرين. لا يستبعد الراغبون بتعطيل النصاب أن ينضم عدد من نواب التيار الوطني الحر للـ 18 إليهم، باعتبار أنهم يرفضون السير بمرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية. إلا أن عضو تكتل لبنان القوي ألاعون يؤكد أن التكتل لن يبحث هذا الموضوع أو لم يبحث هذا الموضوع بعد. ننتقل إلى الأخبار مع ميسم رزق. لقاء في الإليزي بين زعيم المرضى وماكرون. جرى تداول أخبار عن نقل الفرنسيين رسالة إلى حزب الله تطرح مقايضة فرنجية سلام، وهي مقايضة لا تزال بعيدة المنال. لهذه التسوية أكثر من رواية، واحدة تقول إن الفرنسيين أعادوا طرحها في الاجتماع الخماسي إلى جانب طروحات أخرى، وعليه لا تتعاطى باريس بسلبية مع فرنجية كمرشح ولم تعلن رفضا قاطعا لترشيحه. ووفق معلومات الأخبار فقد استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر قليلة في الإليزي من دون الإعلان عن اللقاء.
رواية أخرى تستند إلى البراغماتية الأمريكية التي لا تمانع بتسوية كهذه، وهي ترى مصلحة في الحد من الأضرار التي خلفها مشروع الفوضى في لبنان. أما السعودية فالمؤكد أن الرياض هي الوحيدة التي أعلنت موقفا سلبيا من فرنجيه في اجتماع باريس باعتباره غير مطابق للمواصفات السعودية. وهذا الموقف السلبي قادر على تجميد أي حراك غربي، لأن المعاندة السعودية تجعل صعبا تأمين مرور سهل لورقة فرنجيه. ننتقل إلى أساس ميديا مع ملاك عقيل، تعيين قاضي تحقيق للتحقيق مع البيطار قريبا. مع إحالة القاضي عويدات ورقة الادعاء على البيطار إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، كان يفترض أن يعين عبود قاضي تحقيق أعلى درجة من البيطار يطلب مثول المحقق العدلي أمامه واستجوابه، ثم إصدار قراره في شأن الادعاء. مر على رفع طلب الادعاء نحو أقل من شهر، لكن مصادر عبود تنفي لأساس حصول أي تأخير، فهي خطوة إلزامية وما زلنا في مرحلة استمزاج الأراء لاختيار القاضي الحيادي، مشيرة إلى أن هذا التعيين بالأساس يفترض أن يكون سريا كما التحقيق. تفيد معطيات أساس أن القاضي عبود يواجه ببعض الصعوبات في اختيار قاضي التحقيق في ملف البيطار في ظل تكتم شديد من جانب عبود وعدم إضاءته على هذه العقبات. يقول مطلعون أن تعيين قاضي التحقيق يترافق في الوقت نفسه مع تعيين هيئة اتهامية للنظر في قرار الأخير. تشير معطيات أساس إلى توجه لحل أزمة فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز من خلال مشاركة القضاة المنتدبين إلى جانب القضاة الأصيلين، لكن حتى اللحظة لا يزال هذا الأمر يصطدم برفض بعض القضاة، قضاة الهيئة طبعا، بعد 4 اجتماعات عقدت لهذه الغاية. نختم مع زياد عتيني أيضا في أساس ميديا، ما الذي يخيف وليد جملاط؟ ينتاب زعيم المختارة وليد جملاط قلق، يقول زواره ومجالسوه إنه خائف محبط ولا يرى أفقا لتسوية ما أو حل للأزمات المطروحة. عندما يحدثونه عن مبادرته الرئاسية يلمسون أن اندفاعه تراجع إن لم يكن قد توقف أو جرى إيقافه. يرى جملاط أن على لبنان الاختيار بين أمرين، الفوضى بكل أشكالها وعلى الصعد كافة أمنيا اقتصاديا واجتماعيا والأخطر على المستوى الإداري في مؤسسات الدولة الرسمية، والثاني الذهاب إلى حوار مع حزب الله لإنتاج رئيس للجمهورية، ويذهب برؤيته أبعد من ذلك فيرى أن الرئيس المقبل يجب أن يختار حزب الله من السلة الوسطية بعد أن يحظى بموافقة المرجعيات كافة. يعيش النائب وليد جملاط قلقه وهو ليس وحيدا، فصديقه وكاتم أسراره التاريخي مروان حميدي في إطلالة له أخيرا نبه إلى أن اللبنانيين إما ينتخبون رئيسا للجمهورية بأسرع وقت ممكن أو سيذهبون إلى الحرب. وفي حرب من نوع آخر، لا صوت يعلو على صوت الدولار في صعوده أو حتى في هبوطه. لم يكن الأول من آذار يوما عاديا طبعا في مسلسل مآسي اللبنانيين، فالدولار الجمركي تضاعف 3 مرات من 15,000 إلى 45,000 ليرة، وصولا إلى السير بتطبيق الدولار طبعا في أسعار السوبر ماركت. كيف سيكون انعكاس كل هذه المواضيع على المواطن؟ ينضم إلينا الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني. صباح الخير. صباح الخير لارا، وإن شاء الله ما نخلص هالكلمة حرب خلصت فيها هذيك الساعة بحرب اقتصادية كمان. حرب اقتصادية، حرب نفسية أيضا. يعني السؤال، شو تأثير الدولار الجمركي على جيبة المواطن وأيضا على مشتريات المواطن؟ وما بعرف إذا الدولار الجمركي كمان رح يأثر على أسعار السلع الموجودة بالسوبر ماركت. أكيد لارا، كل سلعة بيشتريها المستورد بالدولار رح يتأثر فيها المواطن. اليوم لما عملنا حساباتنا، لما كان دولار الجمركي ب 15,000، عملنا حساباتنا انه التأثير رح يكون ارتفاع الاسعار بين 4-7-8% ماكسيموم. اليوم اذا طلع الدولار الجمركي لل 45,000 بدنا نضربهم بثلاثة، يعني معقول تطلع تغلى الاسعار تقريبا 20% بالسوبر ماركت، وكل شيء في اسعار وسلع مستوردة. دونك اليوم اكيد في امباكت على جيبة المواطن وعلى جيبة المستهلك كمان. بس اللي بيخوفني انا انه هيك قرار اتخذ من دون ما يعني يستشيروا مثلا وزارة الاقتصاد يما وزارة الشؤون الاجتماعية ليشوفوا الامباكت على المواطن وعلى السلة الغذائية.
من السوبر ماركت، لانه اليوم الدعم ما عاد تقريبا موجود، دونك بينصاب دغري المواطن على جيبته دغري. واليوم الاسعار دولارت بالسوبر ماركت مثل ما عم بينحكى هلا، سو عم بيقولوا دولارون حتى ما يغلوا بقى، لانه حتى يصير السعر ستيبل، بس بارتفاع الجمرك حتى الدولار رح يغلى 20%. سو اليوم نحن رايحين صوب الهروب الى الامام، لانه ما في عندنا خطه نقديه بمصرف لبنان تقدر تضبط سعر الصرف وتركب له استراتيجيه، كلهم تعاميم تكتيكيه وعم بيلحقون وزاره الماليه عم تلحقون بكمان تعاميم تكتيكيه، ورايحين على الكارثه اذا بنكفي هيك، لانه رايحين صوب الدولره القذره، يعني the dirty dollarization، وهذا خطأ كبير بحق شعب مثل ما هو بحق بلد. نعم، بما أنك ذكرت الدولارة استاذ نيكولا، يقال أنه الدولارة أو بعض الاقتصاديين وحتى أصحاب السوبر ماركت بيقولوا أنه الدولارة ستوقف التلاعب بالأسعار، ما بعرف قدي دقيقة هيك معلومة. لكن بتوقف التلاعب بالأسعار إذا أكيد في كنترول، يعني كان عندنا مدققين بيمروا على السوبر ماركت بشو شو عم بيعملوا، اذا السوبر ماركت عم بيستعمل سعر الدولار المزبوط، لانه الدولار سعره عم بيغير كل ساعه، دونك سعرتي مثلا السلعه بدولار واحد، سوبر ماركت بتقول لك الدولار على الليره 80000، واحد ثاني بيقول لك 79000، واحد ثاني 81000، كمان هون بضل في تلاعب، دونك طالما ما في عندك اذا بدك رقابه كثير صعبه، كثير صعبه. هلا مثل ما شفنا غلينا، عملنا اسعار بالدولار بالمطاعم، البيتزا صارت اغلى من الشانزليزيه بفرنسا، كارثه، لانه ما في رقابه كمان، فاتحين على حسابهم. بس اكيد اكيد دولره الاسعار بتساعد على التنظيم، بس طالما في رقابه ما رح تزبط، رح تفلت. اليوم بدنا رقابه، يا اما بدكم ابلكيشن كل سوبر ماركت تحط اسعار عليها، دونك انا بطلب منك من وزاره الاقتصاد تعمل ابلكيشن، مثل بفرنسا في ابلكيشن اسمها mayorprix.com بتشوف احسن سعر، وهيك المستهلك المواطن في يقارن اوتوماتيكلي على الابلكيشن السعر، وهي وزارة الاقتصاد بتحدد سعر الدولار حسب كل دقيقة كل ساعة على الابلكيشن، وهيك المستهلك بيعرف شو عم بيصير، وبكون في شفافية تامة. ايه، ويمكن ساعتها بصير تضارب، لانه تضارب حقيقي ويمكن تنزل شوي الاسعار. بس طالما ما في هيك رقابة اوتوماتيكية على الابلكيشن اللي بتنعمل بسهولة كبيرة، رح تكون صعبة، رح تكون صعبة. والمشكل مش انه عملنا لينك للاسعار للدولة، المشكل انه راس الهرم غلط، لانه اليوم مصرف لبنان ما عم بيعمل هالخطة النقدية، شو ناطر مصرف لبنان؟ عم بيعمل تعميم تكتيكية، كارثة الكوارث، رايحين يعني هروب إلى الأمام. صرنا تقريبا ثلاث سنين ما عندنا خطه نقديه، تعميم تكتيكي 51 54 58 61، ضخمت الكتله النقديه من 5 تريليار ل 75 تريليار ودهورت الليره. شو بدي اقول لك؟ ما عم بقلف شيء، انا ما عم بقلف، عم بقول الحقيقه وعم بقول المضبوط. بكل بلاد العالم مصرف المركزي لازم يحط خطه نقديه، وزاره الماليه لازم تحكي مع وزاره الاقتصاد وتقعد مع مصرف لبنان ليركبوا خطه نقديه وماليه وضرائبيه، مش هيك بيعملوا. طيب، يوم رفع الدولار الجمركي الى 15000، رفع ايضا الدولار المصرفي من 8000 الى 15000، اليوم صار الدولار الجمركي 45000، هل يمكن للدولار المصرفي ان يرتفع ايضا الى 45؟ يا لارا، اللي عم بيصير كارثه، يعني اليوم عم بيقول لنا مصرف لبنان بيطلع الصيرفه ل 60000، طب ما عاد تقدر يلحقوا 60000، يعني 70000، يعني الدولار ما رح ينزل بقى تحت 70000. لما مصرف لبنان يعترف بالصيرفه صعب كثير يرجع تنزل، لاحظنا كيف صيرفه لحقت السوق السوداء، من ال 15 بعدين لل 20 لل 28 لل 38 لل 45 هلا لل 70، يعني كل ما يعني اليوم اليوم بتكوني اكيد انه مصرف لبنان ما عاد يقدر يضبط الكتله النقديه، ما عاد يقدر يضبط تدهور الليره، الا اذا ضخ شي مليار دولار واشترى نص الليرات، بس ما عاد في كفى ليرات ليشتريهم، يعني ما حدا بقى ببيعهم، لانه العالم عايز الليرات والمصرفين ما عم بيعطوك، لانه بتدهور الدولار بسرعه. دونك مصرف لبنان فات بدوامه، المستهلك فات بدوامه، والاقتصاد عم بيتدهور كليا. غلط. ما فيكون عندك ثلاث اسعار صيرفه، لما صيرفه للمستوردين وصيرفه لل 151 و 52 وصيرفه، كارثه. ديجا عندنا 7 اسعار صرف، صار عندنا 3 اسعار صيرفه، انه سوري يعني ما
يعني المنطق الاقتصادي بتعلموه بالجامعه اول سنه بيقول لك انه لا يا عمي بتكون سعر صايره سعر صرف واحد، والدوله اللي البلد غلط كيف عم بيخليها مصرف لبنان، كيف مصرف لبنان عم بيخلي البلد الدوله. انت شفت شي مره ببلد بافريقيا ولا باوروبا ولا بالبرازيل بيشتروا وبيبيعوا بالدولار؟ ممنوع بالعمله الوطنيه. كارثه عم بيصير لانه تركين هالكره تمشي لقدام والهروب الى لقدام. وفيني اقول لك انه كل فرق بين سعر الصرافه وسعر السوق السوداء هو بسموه اربيتراج، عشان هيك شوي نزل سعر الدولار هلا لانه عم بيعملوا اربيتراج الشباب. اوكي؟ هذا اربيتراج انا وانت ويمكن المستهلك بيربح فيه بين سعر الصرافه وسعر السوق السوداء، بس هيدي بتشكل خساره بمصرف لبنان. ما في شيء فور فري ان فاينانس، وهالخساره رح تبين سونر اور ليتر لما بيرجعوا بيعملوا اعاده هيكله مصرف لبنان، ونحن رح ندفع حقها والمودعين رح يدفعوا حقها، وهيدا غلط وانا بقولها على الشاشه. للأسف طبعا. الخبير المالي والاقتصادي نيكولا شيخاني، أنا بتشكرك على هذه المداخلة. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك ونرجع للحدث، والزميل رامز القاضي.